الجمهور هو محور مناقشات هذه النسخة من المنتدى، وقد تغيرت سلوكياته وتفضيلاته وخصائصه، وأصبح جمهوراً متمرداً يقود العمل الإعلامي في بعض الأحيان. ولكي ندرس الحاضر ونستعد للمستقبل، يجب علينا أن نتذكر بفخر الآباء المؤسسين للعمل الصحفي والإعلامي في بلادنا، ولهذا كان جدار الاستحقاق الذي جمعنا فيه أكثر من 80 شخصية مصرية ساهمت في بناء واحدة من أقدم التجارب الصحفية في المنطقة. كما نشرف خلال النسخة الأولى تكريم مجموعة من الأسماء الصحفية المصرية والعربية الذين بالرغم من رحيلهم تركوا بصمات في قلوبنا وامتنانا لا يتغير تجاه التمسك بالمهنية حتى النهاية، وذلك عبر إطلاق أسمائهم على قاعات ومنصات المنتدى. على هذا المنتدى أن يكون نقطة التقاء مهنية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الإعلام. بكل حياتك اليومية كصحافي تمثل عدة أشخاص وتكون قريب. That's what we are doing. يعني إحنا ما عم نعمل شيء جديد أو غريب أو هو هذا لب الصحافي. فالتكنولوجيا النهاردة ما بقتش أنه أنا عندي منصة بقدم فيها نص وصورة فقط وأفتقد لكل وسائل الذكاء الأخرى المحيطة بالجمهور اللي عايش وسطها. جمهورنا النهاردة اللي يمكن خالد سأل إحنا بنشوف الجمهور إزاي، الحقيقة أنا يعني ليا رأي حابب أشاركه في هذه النقطة. زمان كنا بنشوف القراء، جمهور القراء، لأنه كانوا بيحملوا الصحف، بينزلوا يشتروها، بيقعدوا في الفرندا يقروها لساعات طويلة، يحلوا الكلمات المتقاطعة. لكن التطور وظهور الإنترنت خلانا نقول عليهم المتصفحين أو الزوار أو الناقرين أحياناً في بعض الدول، لو يعني هنقدم محتوى تفاعلي شوية والناس هتكليك على المحتوى بتاعنا. وفي ظل عصر التواصل الاجتماعي أصبح من الدقيق أن نسميهم المجتمع. جمهورنا هو مجتمعنا، لأنه إحنا بنتشارك بعض الاهتمامات، بنتشارك بعض المخاوف، بنتشارك أيضاً الارتباط بمزيد من القضايا المجتمعية الأخرى. عندنا وفقاً لفوربس 50 مليون شخص يصفوا أنفسهم بأنهم صناع محتوى. قد لا يعني بالضرورة أنه صانع محتوى أو صانع معنى، لكن في يحاول أن يسد الفجوة التي تركها الإعلام في السنوات الماضية.